بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونكمل مع بعض باقي الايد بتاعتنا، الكف والصوابع. زي ما عرفنا ان احنا لازم نظبط الويت كويس بتاع الفيرتكس كلها. تعالى بقى نبدأ نختار الفيرتكس كلها ونبدأ نعمل عليها الويت مظبوط. مع الحركة هيبان كل حاجة. طيب انا هرجع في الاول كده واطلع بره السكين خالص، وهاجي على اللاير مانجر، واجي افتح اللاير بتاعت الارم كات بون، اوكي، عشان ابدا انزل على البون نفسه انيميشن غير اللي انا كنت منزله خالص، اوكي. طيب انا همسح ده، انا مش عايز الا دول بس. اي اجزاء عليها حركة تانية هشيلها خالص، عشان انا عايز بس الايد، وعشان ازود كمان شوية حاجات كده. تعال نفتح الموشن، هتأكد انها اوكي شغالة، يبقى مستقبل معايا كويس، انيميشن عادي. هات اول واحدة دي عند الـ15 عشان ترجع تاني مكانها، واجي هنا مثلا نمسك البون نفسها، اوكي، دبل كليك، نعمل روتيت على اللوكال عشان اشوف منظر الصابع لو في اي ديفورميشن. طيب اوكي، نبدأ بقى ننزل بالاوتو كي، نيجي هنا كي ونيجي على 25، نرجع دي كده ورا، نيجي على 20 ونعمل كده، بعد نرجعها تاني، ناخد دي كوبي، هيرجع بالشكل ده معايا، تمام. هنا لما ده يوصل لكده هقول همسك الصابع ده دبل كليك، انسيرت كي، نفس اللي انا عملته بالظبط، في هنا ديفورميشن شايفه اهو، واجي دي كده، واجي هنا امسك الصابع ده نفس الحكايه بالظبط، دبل كليك، وانزل ده على اللوكال برضو تحت، وارجع تاني، وانا همسك العظمة دي دبل كليك، انسيرت كي، واعملها كده بالشكل ده. اوكي، نقفل بقى الاوتوكي خالص ونقفل العظم، هيبقى معايا المش بتاعي بشكل ده. تعال نشوف الصوابع بتاعتنا هتبقى ماشيه عامله ازاي. امسك المش بالشكل ده وافتح السكين على الايد انفلوب، وامسك العظمه دي وشوف بقى ايه اللي اثر عليها وايه اللي مش هيأثر عليها. طبعا المنطقه دي تبقى بالاحمر، اوكي، ودي كمان، كل الفيرتكس دي هتبقى بالاحمر، اوكي، بحيث يكون الكف في النص فعلا كله مأثر عليه العظمة في النص دي. ممكن دي احمر، تعال نشوف كده هنعمل ايه، نديها احمر مؤقتا كده لحد ما نحرك الصابع ونشوف، ودي كمان،
كمان دي ودول. تمام، نحرك بقى اول صابع ونشوف. تعال نمسك بقى واحده واحده. المفروض ان دي اخر عقله، صح كده؟ المفروض كلها بالاحمر، اخر عقله بالذات، اخر عقله بالذات لازم كلها بالاحمر. احنا هنختار الفيرتكس دي ودي ونقول لوب. اوكي، واحد. هنمسك ده كله نقول واحد. شوف الصبع اتعدل ازاي، دي ترجع مكانها في واحد. اوكي، نفس الحكاية، لوب واحد. نمسك بقى دي العظمية دي، شايف هنا تأثير عامل ازاي؟ ضعيف جدا. نبقى ناخد دول لوب واحد. او ممكن خلينا واحد. والفيرتكس اللي حواليها داخلة بقى على العظمة التانية، هتبدأ تقل هنا العظمة دي، هتأثر كويس هنا وبعدين تبدأ تقل كده. فهنعمل واحد او هنعملها مثلا تسعة، هنعملها نص، خليها كده 25 ودول ناخدهم كده لوب. هيبقى بالشكل كده، ده منظره كده مش عاطفي خالص. هنبدأ نقلل المانيوال او نطلع فوق شوية. اوكي، طبعا شايف الايدجز دي عاملة ازاي، طالعة فوق فيها تشوه. واحد، تنزل تحت خلي دول طيب. خلينا نعدل كله الأول. المفروض ان ده واحد وده واحد وده باللوب واحد. هنا كمان اللوب واحد. نبدأ نقل. ده هيقل شوية. تمام، تعال نشوف العظمة دي. لوب واحد. لوب. تعال نشوف اللي في النص. واحد. واحد برضو. وده واحد. ودي نفس الحكاية، واحد. نبدأ نقل بقى 75
خدت معاها فيرتكس تانية في الصابع التاني. المفروض ان ده يقل شوية. لحد ما يجي كده في النص بين ده وده. مش عايز أثر خالص على الحتت دي. ممكن دي شوية. مش عايز أثر عليها. زيرو. مش عايز أثر على الصابع التاني. الصابع التاني في أزرق. اوكي. فبروح جاي ماشي. بروح جاي كنسلت الاكسبرت مود. بغير الاسلوب السليكشن واروح جاي قايل له مثلا شايف كل ده انا مش عايزه. اوكي. زيرو. وده كمان. زيرو. اوكي. ممكن بقى ادي هنا شوية. دي انا عايز بس ارجعها عشان اشوف الايدجات كويس. دي ممكن اعليها شويه بحيث انها تستجيب شويه. الحته دي الحته دي برضو نفس الحكايه. ممكن نخليها بنص. الفاصل بين الصوابع دي كلها ده لوب. هنخليه كده. ده هيقل شوية على فكرة الايدج ده كله. يبقى اكتر شوية. وده لوب شوية كده حاجة بسيطة. اوكي. بحيث ان منظر الصابع نفسه يبقى احسن. اول صابع اعتقد انه خلاص بس مفيش مشكلة خالص. بس فقط لنا هجيب الحاجات اللي بره دي بقى اللي هي الايدج اللي بره ده خالص هديله واحد. ده لو عملتله لوب ما ينفعش. واخد معاه حاجات تانية كتير. اوكي. هدوس على الالت واقول له شيل دول خالص الجزء ده ونخليه واحد. كويس. دي كمان ودي ودي هخليها واحد كمان. دول ممكن اخليهم 25 او نص. حسن بقى في برضو
هو بيحرك صابعه، الجلد بيتحرك معايا بالشكل ده، ده عايز يقل المنطقة دي عاملة ديفورميشن شوية. لما اعمل كده عاملة ديفورميشن، نزود دول، وانا مختار بقى الايد لانها رخمة يعني مليانة تفاصيل فعلا. دي مع تاني الصباع هتحتاج تعلى شوية عشان الديفورميشن ده ينتهي خالص. اوكي تمام. تاني صابع مسكنا الصابع التاني وهكذا بقى. انت يعني ممكن اوقف على هنا وانت بقى تعرف خلاص، انت عرفت السيكونس بتاع الشغل. هجري بقى شوية التسجيل اوكي عشان بس وقت المحاضرة، على بال ما اخلص كل الصوابع وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده انا خلصت الايد والصوابع كلها، ونشوف بقى التيست الاخير. الاقي الصوابع ما فيهاش اي مشكله، كله في سيكونس واحد. تمسك عقله عقله وتظبط الفيرتكس، هتقول هي كل واحده بتاثر على ايه، وما فيش اي مشكله خالص تقريبا. يمكن هي فاضل حاجه واحده بس،
يمكن الصابع ده هو اللي احنا فعلا ما عملناهوش. ده برضو نفس الحكاية بالظبط. تاخد الجزء ده كده الجزء اللي هناك هيقل ده كمان هيقل شوية ودي كمان حاجة بسيطة كده. اوكي العظمة اللي بعدها اعتقد انا لو حركت مش هلاقي ديفورميشن كتير في الصبع ده. تعال نشوف التحريك. امسك العظم نفسه طبعا وانت بتحرك عشان تعمل حركة لازم تمسك العظم مالكش دعوة بالمش خالص. اوكي ناخد هنا كي قلت على عند العشرين قلت زي بعض برضو خليها عليك ونعمل حاجة زي كده. نرجع تاني نمسك الاتنين دول بالكليك ودي اوكي خليها بقى نظبط. هنخفي البونز نمسك المش نخش على الاسكان نخش على دي على الانفلوب دي او العظمة دي نفس الحكاية اللي انا قلت عليها قبل كده. لازم اخر عظمة دايما تبقى احمر دور لوب احمر ودي كمان وهدي كمان مع العظمة دي بس خليها خليها بالاحمر. اوكي ودي نبدأ نقل. هنخش بقى على تاني عظمة هنقول دول هيتأثروا مش هنحط عليهم تأثير خالص. هناخد دول أبدأ أزود شوية شوية أو أنقص لحد ما يعني أوصل بأفضل نتيجة. يعني مش لازم نتيجة 100% بس بأفضل نتيجة تقدر عليها في الأول يعني طبعا. لو عملناها واحد هتلاقي العظمة راحت بعيد خالص. خلينا نعمل دول كلهم واحد عشان كله يروح في مكانه مظبوط. اوكي نخلي دي لوب 75 لوب نص والجزء ده هنخليه كله كده او نكبر شوية عشان يروح مكانه. اوكي ساعات في صوابع التكتيك بتاعها بيختلف شوية حسب رؤيتك انت. خلي دايما عينيك على الايدجز وشكلها عامل ازاي. اوكي
بشكل عامل كده. نيجي على دول لوب، نيجي نديها شوية فيها تشوه في المنطقة دي، خلينا دول نزودهم شوية. دول هنعمل نخليهم أقل، الفيرتكس دي عاملة ديفورميشن، دول نتنى صابع كده، وبعدين نبدأ نزود او نقلل لغاية لما توصل لمرحلة كويسة. دول المفروض يبقوا نص مثلا، لا كتير، خلينا نقل. دي ودي نزودهم شوية. يعني طبعا انت لو شخصية كرتونية مش مطالب انت تعمل كل ده، بس يعني شخصية كرتونية مش هتتني دراعها وهتعمل كل ده، لا، الشخصية الريل بس هي اللي بتعمل كده. ان كان في تفاصيل كتير في الشخصية زي دي، يعني الدراع باين والمصل باين والحاجات دي كلها، وشخصية ريل بقى هتبدأ تتفاعل في المشهد بتاعك، انت بتعمل لها الكلام ده كله. انما لو شخصية في فيلم كرتون عادي مش هتتني ايديها ولا الحاجات دي، ما تعملش الكلام ده كله، ما تضيعش وقتك فيه. اوكي، يعني شايف انا عمال بظبط بقدر الامكان، تطلع الايد شكلها كويس، الايدجز شكلها كويس. خلاص مش محتاج اكتر من كده، ممكن بس شوية حاجات بسيطة عشان احسن بس من الشكل العام، بسيطة جدا. اوكي، انا شايف ان في فيرتكس تحت هربانة مننا، الانفلوب راح مننا بعيد شوية، نجيبه على اللوكال، نجيبه نرجعه مكانه كده. اوكي، ده كده يبقى خلاص الايد انتهت معانا. نشوف بقى الحركة. كده خلاص احنا وصلنا للنتيجة النهائية بتاعتنا. ان شاء الله بإذن الله من اول محاضرة الجاية بقى هنبدأ نعمل الكات مصل سيستم، وازاي نعرف نظبطه سوا ان شاء الله في الايد دي. سلام عليكم.